السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. فيديو ديال اليوم هو الفيديو رقم 7 أو الدرس رقم 7 المتعلق بالنظمات، دائما في إطار الدورة التكوينية في مهن التربية والتكوين الخاصة بمادة الرياضيات للمقبلين على مباراة التعليم. دائما في إطار أجي تفهم الرياضيات، أجي تفهموا معايا دروس للرياضيات اللي كنقدمهم مساعدة للمقبلين على مباراة التعليم. إذا نبدأ على بركة الله درس النظمات. إذا نظمت معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين. إذا هنايا النظمة، منين كنهضروا على نظمة كنهضروا على معادلتين، يعني منين كيكون عندنا واحد المعادلة فيها مجهولين كيفاش غادي نحل ونعرف شحال كيساوي داك المجهول. إذا الكتابة أ إكس زائد بي إيكغيك يساوي سي أ بريم إكس زائد بي بريم إيكغيك يساوي سي بريم. إذا هاد الكتابة تسمى نظمة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين، وحلها هو تحديد الأزواج إكس وإيكغيك التي تتحقق معها المتساويتان معا. إذا هنا كتابة تسمى نظمة ديال المعادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين، يعني المجهول هنا هو إكس و إيكغيك. ثانيا الحل الجبري لنظمة، الحل الجبري. إذا لحل نظمة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين سنعتمد على طريقتين، جوج ديال الطرق باش أن نحلو بشكل جبري نظمة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين. عندنا طريقة التعويض وطريقة التآلفية الخطية. إذا طريقة التعويض، الكتابة AX زائد BY يساوي C، A'X زائد B'Y يساوي C'. تسمى نظمة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين وحلها هو تحديد الأزواج إكس إيكغيك التي تتحقق مع متساويتين معا. إذا مثال تطبيقي، المثال التطبيقي هو عندنا النظمة هي إكس ناقص 2 إيكغيك يساوي صفر، والمعادلة الثانية هي 2 إكس ناقص 7 إيكغيك يساوي 12. إذا هنا الطريقة ديال التعويض هي على الشكل التالي، نعزل إكس في المعادلة الأولى، يعني هاد الإكس هذا كنعزلوها في طرف وكنشوفها شحال كتساوي بدالة إيكغيك، أو نقول نكتب إكس بدالة إيكغيك، يعني إكس كتساوي 2 إيكغيك. إذا كنخليو المعادلة الثانية هي ونعوض إكس بقيمتها في المعادلة الثانية. إذا هاد إكس كتساوي لنا 2 إيكغيك، غادي نجيو نعوضو هاد إكس هادية بايش ب 2 إيكغيك باش نحصلو في المعادلة الثانية غير على مجهول واحد اللي هو إيكغيك. 2 إيكغيك ناقص 7 إيكغيك يساوي 12. إذا هنا 2 في 2 هي 4، 4 إيكغيك ناقص 7 إيكغيك يساوي 12. وهنايا كتولي لي معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد اللي هو إيكغيك. يمكن لي نحصل على شحال كيساوي إيكغيك هنايا، غادي نحصل عليه انطلاقا من تبسيط التعبير، ناقص 3 إيكغيك يساوي 12. إذا إيكغيك ماذا تساوي؟ تساوي ناقص 12 على 3 اللي هي ناقص 4. منين كنوصل إيكغيك كتساوي ناقص 4، شنو كنجي؟ أنا دائما كنكون كنكتب داك إكس كتساوي 2 إيكغيك، المعادلة الأولى اللي كتبت فيها إكس بدلالة إيكغيك. كنجي شنو كنجي؟ كنعوض هاد إيكغيك بقيمتها في المعادلة إكس كتساوي 2 إيكغيك، كنجيب هاد إيكغيك اللي هي ناقص 4 وكنعوضها هنايا في المعادلة إكس كتساوي 2 إيكغيك. وشنو كندير؟ دونك هنايا كندير إكس كتساوي 2 مضروبة في ناقص 4 وإيكغيك كتساوي ناقص 4، فكنحصل على 2 في ناقص 4 هي ناقص 8. إذا إكس كتساوي ناقص 8 وإيكغيك ناقص 4. نقول أن النظمة تقبل حلا وحيدا هو ماذا؟ هو الزوج ناقص 8 ناقص 4، يعني ناقص 8 هو إكس وناقص 4 هي إيكغيك التي تتحقق مع المتساويتين إكس ناقص 2 إيكغيك يساوي 0 و 2 إكس ناقص 7 إيكغيك يساوي 12. إذا هذه هي الطريقة ديال التعويض. دابا الآن طريقة التآلفية الخطية تسمى كذلك طريقة الحل بالحذف، يعني الطريقة ديال الحل أننا كنحلوا النظمة ولكن بالحذف، حيث تستخدم العمليات الحسابية مثل الضرب بمعامل الجمع والطرح لحذف أحد المجهولين. يعني هنايا قلنا هي طريقة تسمى التآلفية الخطية ولا طريقة الحذف، يعني كتستخدم عمليات حسابية مثلا بحال الضرب بمعامل الجمع والطرح لحذف أحد المجهولين. مثال تطبيقي حل النظمة التالية. إذا قلنا طريقة التعويض كتعتمد على تعويض في معادلة انطلاقا من المعادلة الأولى بكتابة إكس أو لا إيكغيك بدالة إيكغيك أو لا إكس،
أما طريقة ثانية هي التآلف الخطي، يعني بضرب معادلة وانطلاق من حذف أحد المجاهيل والحصول فقط على مجهول واحد إلى غير ذلك. إذا هنا هذه الندمة عندنا إكس ناقص 3 إيكغيك يساوي 1 و2 إكس زائد 3 إيكغيك يساوي 20. إذا من أجل حذف المجهول إكس نضرب طرفي المعادلة الأولى في المعامل ناقص 2 وطرفي المعادلة الثانية في المعامل 1. لماذا؟ إذا شنو بغينا هنايا؟ بغينا نحذفوا المجهول إكس باش يبقى لنا فقط المجهول هو إيكغيك. دونك هنايا شنو كندير؟ المعادلة الأولى هي هذه إكس ناقص 3 إيكغيك يساوي 1، شنو كندير لها؟ كنضربها في ناقص 2، والمعادلة الثانية كنضربها في 1. إذا هنايا شنو كندير؟ كنجي ناقص 2 غادي نضربها في إكس ناقص 3 إيكغيك يساوي 1، دونك هنايا 1 غنضربه في 2 إكس زائد 3 إيكغيك يساوي 20، إذا هذه غنضربها في 1 غتبقى هي هي. من بعد كنجمعوا المعادلتين طرفا بطرف فنحصل، إذا طرفا بطرف يعني كنجمعوا ما قبل يساوي في المعادلة الأولى مع ما قبل يساوي في المجموعة أو في المعادلة الثانية، كذلك ناقص 2 مع 20. إذا شنو كنحصلوا؟ ناقص 2 إكس زائد 2 إكس، 2 في 3 6، 6 زائد 3 إيكغيك يساوي ناقص 2 زائد 20. إذا يعني أن شنو كنديروا؟ من بعد كنختزلوا ناقص 2 إكس مع زائد 2 إكس هي 0 إكس، 6 إيكغيك زائد 3 إيكغيك هي 9 إيكغيك، ناقص 2 زائد 20 كتساوي 18. إذا هنايا إيكغيك يساوي 18 على 9 اللي هي 2، إذا إيكغيك في هذه الحالة كتساوي 2. ده الان خصنا نحذفوا المجهول اي باش غنحذفوا المجهول اذا اي، اذا في هذه الحاله هنايا لا نحتاج لضرب طرفي المعادلتين في معامل لان المجهول اي له نفس المعامل وهو 3. كيف ذلك؟ اذا هنايا الندمه اللي عندي هنايا، لاحظ هنا المعامل في المعادله الاولى هو ناقص 3 والمعامل في المعادله الثانيه هو زائد 3، يعني ممكن انني نجمع المعادلتين طرفا بطرف وغادي نحذف المجهول إيكغيك بكل سهولة بلا ما نضرب المعادلة، لا المعادلة الأولى ولا المعادلة الثانية في شي عدد. إذا يكفي أن أجمع المعادلتين طرفا بطرف فنحصل، إذا غنحصلوا على هذه القضية هذه إكس زائد 2 إكس ناقص 3 إيكغيك زائد 3 إيكغيك يساوي 1 زائد 20. إذا ناقص 3 إيكغيك زائد 3 إيكغيك كتمشي، إكس زائد 2 إكس هي 3 إكس كتساوي 21، إذا إكس كتساوي 21 على 3 اللي هي 7، إذا 7 هو إكس. نعوض في المعادلة إكس ناقص 3 إيكغيك كتساوي 1، وغادي نحصل في الأخير على إيكغيك كتساوي 2 اللي هي هذه. إما كندير هكا ولا الطريقة الأولى، وبالتالي الزوج إكس إيكغيك 7 و 2 هو حل الوحيد للنظمة إكس ناقص 3 إيكغيك يساوي 1 و 2 إكس زائد 3 إيكغيك يساوي 20. إذا هذه هي طريقة التألفية الخطية أو طريقة الحذف. تطبيقات، عندنا ثلاثة ديال التمارين. إذا هنايا نعتبر النظمة التالية 3 إكس ناقص 4 إيكغيك يساوي 10، 2 إكس زائد 5 إيكغيك يساوي 22. هذا السؤال هذا كيقول لنا حدد من بين الأزواج التالية الزوج الذي يكون حلا للنظمة. إذا ناقص 4 1 ولا 0 ناقص 2.5 ولا 6 2 ولا الزوج 3 ناقص 5. نشوفوا الجواب. إذا تصحيح التطبيق، إذا التمرين رقم 1 اللي قلنا 3 إكس ناقص 4 إيكغيك يساوي 10، 2 إكس زائد 5 إيكغيك يساوي 22. إذا الجواب الأول الزوج ناقص 4 1 هو خطأ. لماذا؟ لأنه إذا عوضنا في النظمة لا يعطينا الجواب الصحيح. إذا ناقص 4 1 ليس حلا للمعادلة الأولى، فهو إذا ليس حل للنظمة. 0 ناقص 2.5 كذلك بنفس الطريقة ما يمكنش يحقق المعادلة الثانية، إذا هو ليس حل للنظمة. إذا الزوج 6 2 يحقق النظمة، إذا عوضت بالزوج 6 و 2 كتحقق المعادلتين، إذا 6 2 حل المعادلتين معا فهو إذا حل للنظمة. 3 ناقص 5 ليس بحل للنظمة. شوفوا التمرين رقم التمرين رقم 2 مستعملا طريقة تعويض حل النظمتين التاليتين. إذا عندنا جوج ديال النظمات غادي نستعملوا الطريقة ديال التعويض باش نخرجوهم. إذا بالنسبة للنظمة الأولى إكس زائد 4 إيكغيك يساوي 10، إكس 3 إكس زائد 7 إيكغيك يساوي 25. إذا شنو غادي نديروا؟ أول حاجة طريقة ديال التعويض أننا كنعزلوا إكس في المعادلة الأولى، أي كتابة إكس بدلالة إيكغيك. يعني شنو هنايا؟ غادي نزول 4 إيكغيك غادي نرجعها للجهة الأخرى وغادي نبدلها الإشارة، غتصبح لي إكس كتساوي 10 ناقص 4 إيكغيك. وغادي نمشي للمعادلة الثانية اللي هي هذه،
غادي نعوض اكس اللي اصبحت لي 10 ناقص 4 اي بقيمتها في المعادله رقم 2. هذه المعادله رقم 2 غنعوض اكس هنايا بالقيمه ديالها 10 ناقص 4 اي زائد 7 اي الى غير ذلك. ثم كننشر وكنبدا كنبسط هنايا كنبسط 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 الى ان احصل على اي كتساوي ناقص 5 على 5 اللي هي 1. ثم شنو كندير؟ نعوض اي بقيمتها في المعادله 3. اذا انا من بعد ما كتبت اكس بدلاله اي سميت هذه المعادله 3. اذا هنايا غادي نجي نعوض اي بالقيمه ديالها في المعادله 3. كنجيب اكس كتساوي 10 ناقص 4 فاين في 1 لان اي يساوي 1. غادي نحصل على 10 ناقص 4 اللي هي 6. اذا اكس كتساوي 6 واي كتساوي 1. نقول ان النظمه تقبل حلا واحدا اللي هو الزوج اكس اي يعني 6 1. النظمة الثانية دائما بطريقة التعويض. إذا كنعزلوا Y ولا X هنايا في المعادلة الأولى، إذا نعزلوا Y في المعادلة الأولى كتابة Y بدلالة X، إذا Y كتساوي شحال؟ كتساوي 24 ناقص X، X رجعتها للطرف الثاني يعني بدلها الإشارة. نعوض Y بقيمتها في المعادلة رقم 2. معادلة رقم 2 دائما هي هذه. شنو كندير؟ هاد إيكغيك هادي غادي نعوضها بماذا؟ ب 24 ناقص إكس. إذا أنا كنجي ونعوضها ب 24 ناقص إكس، كندخل عليها الإشارة السالبة ناقص 24 زائد إكس. إذا كنمشي كنبسط كنحصل على إكس كتساوي 24 على 3 اللي هي 8، وكنعوض إكس بقيمتها في المعادلة رقم 3 اللي سميتها المعادلة رقم 3. إذا غتكون عندي إيكغيك كتساوي 24 ناقص إكس، وأنا عندي إكس كتساوي 8، إذا 24 ناقص 8 اللي هي 16، إذا إيكغيك كتساوي 16 وإكس كتساوي 8. نقول أن النظمة تقبل حلا وحيدا اللي هو الزوج إكس إيكغيك اللي هو 8 16. الآن بالنسبة للطريقة التآلفية الخطية، عندي جوج ديال النظمات غادي نحلهم بالطريقة التآلفية الخطية أولا بطريقة الحل بالحذف. إذا عندي إكس زائد 4 إي كتساوي 10 و 3 إكس زائد 7 إي كتساوي 25. إذا قلنا في الطريقة ديال التألفية الخطية أو الطريقة ديال الحل بالحذف، خصني نحذف المجهول إكس ولا المجهول إي. نحذف المجهول إكس ونستنتج إي، ولا نحذف المجهول إي ونستنتج المجهول إكس. إذا هنايا غادي نحذفوا المجهول إكس. نضرب طرفي المعادلة الأولى في المعامل ناقص 3. علاش غنضربوا في ناقص 3؟ لأنه هنا عندي في المعامل هنايا عندي معامل واحد، هنا عندي 3، وخا نجمع طرفي المعادلتين ما غاديش نحذف المجهول اللي هو إكس. خصني ندير هنايا ناقص، خص تصبح لي هنايا ناقص 3 إكس باش يكون عندي ناقص 3 إكس زائد 3 إكس، وغادي تحذف المجهول. لذلك سأضرب طرفي المعادلة الأولى فين؟ في ناقص 3، وطرفي المعادلة الثانية غنضربو في 1 باش يبقى هو هو. إذا ناقص 3 ملي غنضربها في المعادلة الأولى غادي نحصل على ناقص 3 في إكس ناقص 3 مضروبة في 4 إيكغيك تساوي ناقص 3 مضروبة في 10. إذا غادي نحصل على ناقص 3 إكس ناقص 12 إيكغيك كتساوي ناقص 3. الآن شنو غادي ندير؟ نجمع طرفي المعادلتين. إذا غادي نجمع ناقص 3 إكس زائد 3 إكس ناقص 12 إيكغيك زائد 7 إيكغيك كتساوي ناقص 30 زائد 25. وغادي نحذف هنايا إكس، غادي يبقى لي ناقص 12 إيكغيك زائد 7 إيكغيك اللي كتساوي ناقص 5 إيكغيك. ناقص 30 زائد 25 هي ناقص 5. إذن إيكغيك كتساوي ناقص 5 على ناقص 5 اللي هي 1. إيكغيك يساوي 1. شنو كنجي؟ كنجي للمعادلة الثانية وكنعوض ديك إيكغيك بالقيمة ديالها. هنايا نعوض إيكغيك بقيمتها في المعادلة رقم 2 اللي هي إكس زائد 4 إيكغيك تساوي 10. كنعوض إيكغيك بايش؟ بواحد. 4 في 1 هي 4، ونرجع 4 للطرف الثاني. 10 ناقص 4 هي 6، إكس تساوي 6. نقول أن النظمة تقبل حلا واحدا اللي هو الزوج إكس إيكغيك 6 1. النظمة الثانية إكس زائد إيكغيك يساوي 24، 2 إكس ناقص 4 يساوي 0. من أجل حذف المجهول إكس، إذا هنايا غادي نحذفوا المجهول إكس. شنو خصني ندير باش نحذف المجهول اكس؟ لاحظ هنا المعامل في المعادلة الأولى هو 1، وهنا المعامل في المعادلة الثانية هو 2، إذا هنا خصني يكون عندي ناقص 2، إذا خصني نضرب المعادلة الأولى فين؟ في المعامل ناقص 2. نضرب طرفي المعادلة الأولى في المعامل ناقص 2، والطرفي ديال المعادلة الثانية غادي نضربو فين؟ في 1. إذا ملي كنضربو في ناقص 2 طرفي ديال المعادلة الأولى، غادي نحصل على ناقص 2 إكس ناقص 2 إي كتساوي ناقص 8 و4. وداك الساعات كنجمع طرفي المعادلتين طرفا بطرف فنحصل ناقص 2 إكس زائد 2 إكس ناقص 2 إيكغيك ناقص إيكغيك كتساوي ناقص 48. إذا هنايا غادي نحذف
اكس غادي تحذف، غادي يبقى لي ناقص 2 اي ناقص اي كتساوي ناقص 48 ناقص 2 اي ناقص اي هي ناقص 3 اي يساوي ناقص 48 اي كتساوي ناقص 48 على ناقص 3 اللي هي 16. اذا اي كتساوي 16. شنو كنجيو دابا؟ كنعوضوا القيمه ديالها فين؟ في المعادله الثانيه. 2 اكس ناقص 16 يساوي صفر. اذا ايغريك او بيان اكس كتساوي 24 ناقص 16 اللي هي اكس كتساوي 8. اذا نقول ان النظمه تقبل حلا واحدا هو الزوج 8 16. اذا كما كتلاحظوا، اذا هنايا عندي الزوج 8 16 بالنسبه للنظمه الثانيه، وهنايا الزوج 6 1 بالنسبه للنظمه الاولى. اذا هنايا قلنا التمرير رقم 2 حسبناه بالطريقه ديال التالفيه الخطيه. نفس الشيء جانا بايش بالتعويض 6 1 8 16. الان غادي نحلو التمرين رقم 3. اذا هنايا غادي نحلوه باش باعتماد حذف المجهول اي باعتماد التالفيه الخطيه. غادي نطبقوا نفس الشيء وغادي نحصلوا في الاخير على زوج الحلول. اذا هنايا عندي اكس اكس، اذا واحد المعادله خصني نضربها في ناقص واحد باش يصبح لي ناقص اكس، نجمعها مع اكس وتحذف المجهول اكس. داكشي اللي درناه هنايا. ومن بعد ما جمعنا طرفي المعادلتين غادي نحصلوا على ناقص 2 اي كتساوي 12. اذا اي كتساوي ناقص 6. ومن بعد غنعوض المعادله الاولى، غادي نحصل على اكس كتساوي 19. ونقول ان النظمه تقبل حلا واحدا هو الزوج 19 ناقص 6. ثانيا نفس الشيء كذلك، هنا عندنا 3 اكس زائد 7 اي تساوي 8، 2 اكس زائد 5 اي تساوي 11. اذا هنايا في هذه الحاله عندي كاين اشكال ديال المعامل، هنا 3 وهنا 2 وهنا 7 وهنا 5. اذا خصني نجبر واحد التلاقي. اذا هنايا عندي ما بين 3 و 2 كاين واحد التلاقي، ان 3 اللي ضربتها في 2 غادي نحصل على 6، و 2 ضربتها في 3 غادي نحصل على 6. اذا هنايا المعادله الاولى غادي نضربها في ناقص 2 باش نحصل على ناقص 6 اكس، وهذه غادي نضربها في زائد 3 غادي نحصل على 6 اكس. باش منين نجمع نحذف المجهول، نفس الشيء داكشي اللي درنا وحصلنا على ناقص 6 اكس ناقص 14 اي كتساوي ناقص 16. 6 اكس زائد 15 اي كتساوي 33. منين كنجمعوا المعادلتين طرفا بطرف غنحصلوا على ناقص 14 اي زائد 15 اي تساوي 17. اذا اي كتساوي 17. نعوض اي بقيمتها فنحصلوا على اكس كتساوي ناقص 37. اذا نقول ان النظمه تقبل حلا واحدا اللي هو الزوج ناقص 37 16. اذا هنايا عندي واحد التمرين مقتطف من الاختبار الكتابي لمباراه توظيف الاساتذه اطر اكاديميه الدوره يناير 2018. اذا هذه المساله تحطت في الامتحان ديال التعليم الاختبار الكتابي ديال دوره يناير 2018. اذا مساله 3، ا و ب عددان حقيقيان طبيعيان، حل النظمه التاليه ا زائد ب يساوي 36 و ا ناقص ب يساوي 4. اذا غادي نحلوا هاد النظمه بسهوله، ممكن نحلوها بجوج ديال الطرق، طريقه ديال التعويض وطريقه ديال التالفيه الخطيه. نحلوها بطريقه ديال التعويض. اذا هنايا نعزل ا في المعادله الاولى، اذا ا زائد ب كتساوي 36. باش نعزل ا غادي ندوز ب للجهه الاخرى غتصبح لي 36 ناقص ب. نعوض ا بقيمتها في المعادله الثانيه، اذا هنايا انا رجعتها هذه معادله 3 ونعوض ا بالقيمه ديالها، غتصبح لي ا اللي هي 36 ناقص ب ناقص ب كتساوي 4. من بعد غادي نحصل ناقص ب ناقص ب كتساوي 4 ناقص 36. اذا ناقص ب ناقص ب هي ناقص 2 ب كتساوي ناقص 2 ناقص 32. هاد ا دائما كتبقى هي حتى كنحصل على ب كتساوي ماذا؟ 16. 32 على 2 اذا ب تساوي 16. من بعد غادي نجي وغادي نعوض في هاد المعادله 3، غادي نعوض بالقيمه ديال ب اللي هي 16، هي 36 ناقص 16 اللي هي 20. اذا زوج الحلول ا و ب 20 16 هو حلا وحيدا لهذه النظمه. اذا 20 16 هو حل لهذه النظمه. بعد نحسبوا سؤال 2، اذا شنو غنديروا؟ غادي نجي نحسب جذر مربع ا اس 2 ناقص ب اس 2. اذا نعوض ا ب 20 و ب باش ب 16. اذا كما كتلاحظوا ا اس 2 ناقص ب اس 2 هي متطابقة هامة رقم 3، أ ناقص ب مضروبة في أ زائد ب. إذا كنعمل هاد المتطابقة الهامة وكنحصل على أ ناقص ب في أ زائد ب، 20 ناقص 16 مضروبة في 20 زائد 16. إذا جذر مربع 20 ناقص 16 هي 4، 20 زائد 16 هي 36، 36 مضروبة في 4. إذا هنايا
جذر مربع ديال 4 في 36 هي جذر مربع ديال 4 في جذر مربع 36. جذر مربع ديال 4 هي 2، وجذر مربع 36 هي 6. إذا 6 في 2 هي 12. إذا جذر مربع أ أس 2 ناقص ب أس 2 يساوي 12. إذا هادشي اللي كان عندي في هذا الفيديو. في الأخير أتمنى لكم كل التوفيق. قناة التربويات مع الأستاذ محمد البخاري تشكركم على الدعم والمساندة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.